قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر. فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين، فلما نزل قلنا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال: إن جبريل عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت: آمين. فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقلت: آمين. فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. قلت: آمين. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. نعم، أيضا رواه البيهقي في شعب الإيمان. هذا الحديث الصحيح بطرقه، وقد رمز له الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل بصحيح لغيره، فيه عن كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر. والنبي صلى الله عليه وسلم صنع له منبر، وكان منبره صلى الله عليه وسلم من درجتين ومقعدة، فهي ثلاث درجات: درجة ثم درجة ثم درجة أعلى هي المقعدة التي كان يجلس عليها صلى الله عليه وسلم. وكان إذا كان هناك أمر هام عام في غير خطبة الجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتقيه ويعلم الناس صلى الله عليه وسلم. فقال لأصحابه يوما: احضروا المنبر، أي اجتمعوا عند المنبر، وذلك ليحدثهم في أمر هام عام. قال: فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال آمين. لما ارتقى الدرجة الأولى قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارتقى الدرجات الثلاث، ارتقى الدرجات الثلاث حتى درجة المقعدة التي يقعد عليها ارتقاها صلى الله عليه وسلم. وظاهر هذا والله أعلم أنه كان يتكلم قائما، كان يتكلم قائما، فعلى فوق الدرجة الثالثة. والشاهد أنه كلما رقى درجة قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين، فلما نزل، أي فرغ من حديثه ونزل صلى الله عليه وسلم، قلنا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه، أي عند صعودك على المنبر. وهذا يدل على أن السنة للإمام عند صعوده للمنبر ألا يقول شيئا، ألا يقول شيئا، بخلاف ما يفعله بعض الأئمة في بعض البلدان اليوم من أنه يرتقي الدرجات درجة درجة، وكلما ارتقى درجة قال ذكرا. وبعض البلدان رأيتهم يعني المؤذن يقول ذكرا، كلما رقى الإمام درجة على المنبر يقول ذكرا حتى يصل إلى أعلى المنبر. هذه من البدع، ولا يشرع للإمام عند صعوده إلى المنبر أن يقول شيئا عند صعوده للمنبر. ولذلك
لما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمين 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 سأل الصحابة عن هذا، لأن هذا على خلاف عادة النبي صلى الله عليه وسلم عند صعوده للمنبر، فقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل عرض لي، أي أن جبريل عليه السلام نزل فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم عند صعوده ورقيه الدرجة الأولى، فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، بعد أي عن رحمة الله ومغفرته، بعد عن رحمة الله ومغفرته، من أدرك رمضان فلم يغفر له، أي أنه لم يصم رمضان إيمانا واحتسابا، إما أنه لم يصم أصلا وإما أنه صام لكن لم يصم رمضان إيمانا واحتسابا، لأنه تقدم معنا أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فقيد غفران الذنوب بصيام رمضان بأن يصومه إيمانا واحتسابا، فقد يكون صام رمضان لكنه لم يصمه إيمانا واحتسابا فلم يغفر له، بعد عن رحمة الله ومغفرته، وهذا دليل على أن أقرب ما يكون العبد لمغفرة الله ورحمته وهو صائم، أقرب ما يكون العبد لمغفرة ربه ورحمته وهو صائم إن صام إيمانا واحتسابا، ولذلك جاء هذا بعد، وهذا دعاء، هذا دعاء، بعد يعني أبعده الله عن رحمته ومغفرته، ما دام أنه لم يغفر له في رمضان بعد عن رحمة الله ومغفرته، قال قلت آمين أي اللهم أجب، وهذا دليل على أن هذه الجملة دعائية، لأن هذه الجملة تحتمل أن تكون خبرية فهو خبر عن بعده، وتحتمل أن تكون دعائية فهي دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبعد عن الرحمة والمغفرة، بل دعاء من جبريل عليه السلام بالبعد عن الرحمة والمغفرة، ودعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجتمع عليه والعياذ بالله دعاء جبريل عليه السلام ودعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يبعده الله عن مغفرته ورحمته، وهذا أمر عظيم تخافه قلوب المؤمنين، والله إن القلب المؤمن ليوجل إذا سمع هذا الحديث، ولا يخاف على نفسه من أن يدركه رمضان ولا يغفر له، فماذا يفعل؟ يحرص على صيامه بأن يصوم إيمانا واحتسابا، وأن يصون صومه من المفطرات ومن المحرمات، لعله أن يسلم من هذا الدعاء ويظفر بمغفرة الله سبحانه وتعالى.